ليش ما يكتمل النصاب القانوني بكل جلسة لمجلس النواب هذه الأيام؟ ليش ما دا يكتمل يعني؟ شنو السبب؟ لا السبب موجود يعني مثل ما شرحت لجنابك، يعني بعد أن تجرى الانتخابات طبعا قسم من النواب هم مترشحين والتهوا بالعملية، عملية الانتخابات والدعاية والإعلان وهذا وتعبوا وفازوا، يعني هاي هي النسبة الأكبر فازوا من القدماء، فازوا المرشحين أيضا يعني تقريبا بالتسعين نائب أو هكذا سمعت. ها زين عاد ما حنشوف تغيير لعد نعم ما حنشوف تغيير مقالة وتغيير هذا بس الشعب هو اللي يصوت بعد، يعني الشعب والفلاشات يصوتون. لا 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 الفلاشات اي الفلاشات هاي النتائج المفروض الفلاشات هو اللي يحدد بعد، يعني ما انا مو اني اللي اجاوب.